دون الأكارم كلمة القائد مالك عقار رئيس جيش تحرير السودان قطاع الشمال الجبهة الثورية. الآن عودة للزميل محمد حمد النيل. نحن بنمنع دقيقتين فقط كلمات حلوة لكن الوقت ما في. دكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية يخاطب عبر المنصة اللقاء الذي يشهد توقيع بالحرف الأولى على اتفاق السلام. Your Excellency, President Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan, Your Excellency, General Abdul Fattah Al-Burhan, Chairman of Sudanese Sovereignty Council, Your Excellency, General Mohamed Hamdan Dogolo, Deputy Chairman of Sudanese Sovereignty Council, Your Excellency Victor Riek Machar, First Vice President of Republic of South Sudan, Your Excellency Dr. Abdallah Hamdok, Prime Minister of Sudan, Your Excellency Mr. Tut Golwak, رئيس الوفاق رئيس وسط السلام في السودان. السادة ممثل جمهورية تشاد الإمارات العربية المتحدة مصر السعودية السفراء المبعوثين وممثل الولايات المتحدة الأمم المتحدة وممثل الإيجاد وتنظيمات والمجتمع المدني وأصدقاء السودان في الجانبين على الطاولة والإعلام السادة المستمعين الحضور الكريم وكل الأعضاء في الثورين نيابة عن رفاقي ورؤساء حركة الجبهة الثورية اسمحوا لي ان اقدم الى سعادته فخامته الرئيس الفاكير ولشعب جنوب السودان لجهودهم المبنيه وكل المنظمات والذين دعموا الوسطاء لمسارات تحرير السلام جمهورية تشاد التي احتضنت اللاجئين السودانيين ورئيسها فخامة الرئيس إدريس ديبي والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. كما أشكر دول الإيجاد الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وتريكا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج والأمم المتحدة وإلى اليونميت وشكراً لجهوداتهم التقنية كما أشكر كذلك الشكر لجمهورية أوغندا وإريتريا الدولتان اللتان وقفتان معنا في أوقات الحرب فخامته في هذا اليوم التاريخي أحيي كل الشهداء وكل الشعب السوداني من نملي إلى حلفة ومن جنينة إلى فرسودان وكذلك كل المهمشين في السودان وحي كل المهمشين في السودان الذين عانوا في زمن طويل لهذه المناسبة أهني كل المزارعين والعمال وكل طلاب الذين عانوا أشكرهم جميعا أشكركم جميعا لهذا اليوم التاريخي للمجهود ولكل الذين قدموا حياتهم
لإنجاز هذا التأييم هذا السلام العظيم الذي كل المجهودات التي غادت إلى هذا اليوم العظيم ولكل الذين شاركوا في المفاوضات جمهورية جنوب السودان لديها تأثير ولديها دور عظيم في مغامته حول طبيعة الأزمة في السودان. الرئيس سلفا كير ميرديت الذي الدور العظيم الذي قام به وبما أنجزه في هذا اليوم والتزام الحكومة بقيادة حمدان دقلو وكل الدعم من مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء الذي أدى إلى إنجاز هذا العظيم السلام العظيم وتوحداتهم تجاه الأزمة فخامته الحضور الكريم هذا السلام الذي يخاطب وكل جذور الأزمة والصراع في السودان وتوفير سلام فعال ولل تقسيم السلطة وإعادة الإصلاح في السودان ونظام الحكم في السودان الاتفاقية أيضا توفر نظام وتخاطب كل العقبات التي نجتجد عن الحروب ولمخاطبة كل السودانيين الذين في المخيمات إن هذه الاتفاقية التي تعالج أزمة جذور أزمات السودان ولنعمل من أجل إنجاز السلام والاستقرار في السودان سلام ولنعمل على لمصلحة كل السودانيين وأخيرا ما قمنا بإنجازه اليوم عن طريق التفاوض سيكون ثمرا لكل السودانيين إلا ليس هنالك شك أن نجاح الاتفاقية تتطلب التزامات وطنية تجاه السلام كما يتطلب ذلك كما يتطلب ذلك دعم والتزام بطريق الالتزام الحقيقي هو الدعم الذي يقدم من المانحين لتوفير ما هو مهم لمعالجة كل ما غام بتدمير ما غامت الحروب بتدميرها الجبهة الثورية السودانية ستعمل من أجل توحيد السودانيين لمعالجة أو للتوصل للسلام الحقيقي وللوصول إلى الديمقراطية ولخلق جو سياسي في السودان فخامتك الجبهة الثورية السودانية وقعت اتفاق تاريخي من أجل الحرية والتغيير سنعمل جميعا من أجل التوحيد مع قوة الحرية والتغيير ونعمل سندعم التغيير الديمقراطي وإنجاز السلام والأمن وسنعمل من أجل مصلحة كل السودانيين وسنعمل على إنجاز السلام والعدالة فخامتكم بالتوقيع على هذا السلام الشامل اليوم سيكون لدينا طوينا صفحة الحروب للأبد وسنعمل ونطالب بغية القوة المعارضة للإلحاق بسفينة السلام هذه الاتفاقية
ستعمل على السلام سيكون مفتوحا لكل القوة السياسية وكل القوة السودانية للانضمام وسنعمل من أجل السلام والعدالة وتعليمات توفير التعليمات هذه الاتفاقية ستعمل على تحقيق الأهداف الذين غدوا أرواحهم وتتعمل على كل النازحين والمقيمين في المخيمات سنعمل على إنجاز السلام السلام والعدالة حرية الشعب حرية الشعب والعدالة والتنمية هي خيار الشعب السلام والعدالة حكومة مدنية شكرا صديقي ديوم أتوك وبقية فريق الدكتور هادي أسيد الرئيس هذه الجلسة كان يطلب